لا أشوى. فيروسات يا أخوي، لا تعطس إلا بالمنديل، لا تمرضنا. باقي نص ساعة شباب، باقي نص ساعة على نهاية الحصة. خليني الحين بوريكم شلون ترسمون الدلة. أحد فيكم يعرف يرسم الدلة؟ صدقوني يا شباب، ترى كانت أصعب كثير مما تتخيلون، وترى يعني شيء ما تتخيلون قديش تعبنا عشان نتعلم. ركزوا معايا يا شباب. يا أستاذ. تفضل يا مشعل. أستاذ سلامات يا أستاذ، ترى المادة آخر واحد سقطت فيها سنة الحصبة. طيب ننتقل الآن للفناجيل ومفردها فنجال. ركزوا. نحن مستجدون على الفن، فهو حتى وقت قريب من خوارم المروءة وعيب فاضح وقيمة لا يعتد بها إنسانيا. لذا أصبحنا عاطلين فنيا، نهتم بالفن بقدر اهتمامنا بحديث جانبي بين زوجين بكوخهم الصغير بالريف الفرنسي. أشكال بيوتنا التي يعلوها القرميد الأحمر الذي لم يصنع لنا لا تشبهنا، متراصة تستطيع بالكاد إيجاد الفروق الخمسة بينها. بداخلها غرف خانقة محشوة بالزخارف التي لا ترتبط ببعضها بعلاقة من أي نوع. طيب أستاذ سعد، نبغى الحين نقفل اللقاء بكلمة ختامية من قامة فنية رائعة مثل حضرتك، وتقفلها لنا. والله شوف أخوي، اللي ودي أقوله أني ودي أقول أني أحب يكون الفن رسالة ويكون هادف. أحب رسائل أنا، زي ما قال محمد عبدو، لا تردين الرسائل وش أسوي بإيش؟ بإيش؟ بورق. هذا خشمك كله خرطوم فيل. رح بس انتو رجولك هذه اللي كنا عصا مكنسة. لا بطيح. طحت. لا يا مها، اكثر من كذا اهانة ما اقدر. أنا لازم أنتفض، أنتفض. ما هي مها بنت أبو عبد الكريم اللي تسمح الواحد زي هذا يتحكم بحياتها. إيه يا بنيتي، هالدنيا هذه ما لها أمان، عفنة، خليها على ربك. ربك. جدران ثم جدران، أبواب توازيها أبواب، زنازين تحاول أن تمثل دور الغرف، ومتاهات تدعي أنها ممرات، أسقف تجعلك تشك بأنك في مركبة فضائية، شوارع تغرس فيها الأشجار وكأنها تعاقب بها كي لا تهرب. هذه الشوارع تصطف على جوانبها لوحات محلاتنا المعجونة بكل لون وأي خط، صحائف دعائية تنتظرك قبل كل إشارة بصورة رجل يمثل السعادة، وعبارات طويلة يلزمك أن تقضي ربع حياتك بقراءتها. مشوارك الطويل لعملك تجاورك فيه الخرسانات التي تكفي لصنع مدينة أخرى بقوة هذه المدينة. الأغنيات الجميلة التي تمني نفسك بالاستماع لها بالراديو لا أحد يطلبها. ألو ممكن أهدي؟ لحظة، هذا البرنامج للنقاش حول موضوع مهم جدا، مو للإهداءات. طيب لا، وش موضوعكم اليوم؟ إيه، موضوعنا اليوم مين أقوى، الشباب ولا البنات؟ لو سمحت، وش فيه؟ اليوم. علامك إنك تكتشف إنه اليوم اسم اليوم. اليوم أقول لك، هذا اللي كذا بتعونه جديد دوار. اليوم إن شاء الله بتجي أنت. حماس والله، أخيرا، تعال يلا. اليوم
اليوم يا أخوان نفتتح الدوار اللي استغرق البناء فيه 10 سنوات، وقد أبدينا اعتذارنا عن الإزعاج اللي ممكن يسببها الدوار. عيالنا يا أخوان كبروا وهالدوار يكبر معهم، اللي كان يفر حوله بالسيكل الآن كبر ويفر حوله بسيارته. ما ودي أطول عليكم، المقص يا غليم، بسم الله.